في ناس كتيرة ما تعرفش ان ريال مدريد لعب بالليل قبل الفجر او بعد الفجر او في الوقت ده، واتهزم من اليوفي 3-1. الماتش اللي قبله اتهزم من برشلونة 3-0. الماتشين اللي قبلهم فاز بريمونتادا في ماتش وفاز في ماتش عادي. انت في دماغك ايه يا كارلو انشيلوتي؟ ايه اللي في دماغك؟ ايه الترتيب اللي في دماغك؟ طب انت ناوي على ايه؟ المفترض ان احنا دايما نشوف ريال مدريد في عز اقوى الميركاتو في العالم بيعمل صفقات معينه هو بيكون فعلا محتاجها. بيكون فعلا محتاجها. وفي نفس الوقت بيبقى معاه مدرب، المدرب ده هيقوم بالمنظومه الشبابيه من جديد. كارلو انشيلوتي احنا كنا متوقعين او كنا متوسمين فيه خير في حته ان هو فعلا هيبدا يظبط الشباب دي بحيث ان هم يعملوا كوكتيل مع بعضهم. قسما بالله عناصر الريال اللي موجوده حاليا في الريال تلعب كوكب الارض. تلعب كوكب الارض. بس في خازوق او في خازوقين، خلينا نتكلم على الخازوق الاولاني. الخازوق الاولاني كارلو انشيلوتي لنفسه. احنا لحد دلوقتي مش شايفين نظام او سيستم معين ماشي بيه طول الاربع ماتشات. يعني احنا شايفين تجارب تجارب تجارب. امتى هنمشي بسيستم مظبوط؟ ما اعرفش. يعني فين التشكيله اللي الطبيعي هتبدا تنزل معاك؟ ما نعرفش. الطبيعي الماتشات الوديه دي بتتلعب الشوط الاول فيها انت بتعمل الصح اللي الطبيعي بيلعب، والشوط الثاني بتعمل التبديلات اللي لو في حاله لا قدر الله غياب عنصر من العناصر اللي موجوده، عشان تظبط التيم كله مع بعضه بحيث ان هو ياخد حته ايه الجرأه وان هو يلعب مع التيم نفسه ويكمل. طب انتوا شغالين مركزين على صفقه امبابي او مركزين على صفقه ان انا اجيب مهاجم سوبر مهاجم سوبر مهاجم سوبر، وناسيين حته معينه احنا هنموت منها، الباك اليمين والباك الشمال. احنا ليه ما فكرناش في الناس دي؟ جبنا واحد اللي هو باك شمال مش عارف بتاع اشبيليه ولا بتاع مين، والله مش فاكر اسمه دلوقتي، تمام؟ ده لسه قدامه شويه علشان ينضج. الباك اليمين عمك كارفاخال، طب ايه نظامه؟ ايه نظامه يعني؟ الراجل مش ماشي بعلاج، الراجل خلاص سلم نمر. الراجل خلاص انتهى. فين التفكير بقى؟ انت ناوي تحط مين هناك؟ ولا برضه هتشتغل بفالفيردو وهتشتغل بالناس اللي هي موجوده على الدكه واحنا ما عندناش اصلا واحد يمين؟ طب بلاش ده كله. فين الخطط الطبيعيه اللي انا اشوفها في الملعب احس ان انا مطمن؟ انا ليه مش مطمن كمشجع لريال مدريد؟ هو انا ليه دايما في كل ماتش ابقى قلقان؟ ليه بتصدر لي الموسم من ساعه ما احنا خدنا بطوله الامم الكاس ولا دوري ابطال اوروبا؟ من يومها واحنا قلقانين في كل ماتش، في كل ماتش والله لو بتلعب بلد الوليد بنبقى قلقانين، لان انت بتصدر لي شيء عكس خالص اللي المفروض اشوفه على الواقع. ففي شيء غلط. انا ما اعرفش بقى نسحب الثقه من كارلو انشيلوتي ونسلمها لحد غيره؟ طب ده الوقت المناسب اللي احنا نعمل كده؟ مش عارف والله بكره وبعده في ايه، بس حرفيا جماهير الريال خلاص وصلت معاها الحلقوم، خلاص داخلين على موسم مش عارفين هنعمل فيه ايه. ربنا يستر.